انضم إلينا عبر الهاتف من جنوب قطاع غزة مراسلنا حازم البنا. حازم، ما هي آخر الأخبار عن هذه عن نتائج هذا القصف الإسرائيلي الجوي وسقوط ضحايا فلسطينيين مجددا، وماذا عن مستشفى الشفاء؟ ما الذي حدث فيه، خصوصا أنه هذه ثاني عملية لإسرائيل، الأولى كانت قبل الهدنة؟ نعم يوسف، تحية لك. بالفعل في 24 ساعة الماضية لاحقنا تكثيفا لطبيعة العمليات العسكرية التي تدور على وجه التحديد في منطقة مدينة غزة ومحيط مجمع الشفاء، وكأن الحرب بدأت للتو. يعني اللافت بأنه هناك محاصرة وتوغلات في عدة محور من قبل القوات الإسرائيلية والآليات، خاصة في مناطق المحيطة بمجمع الشفاء الطبي. نتحدث عن حي النصر وحي الرمال ومحيط ملعب فلسطين ومحاور أخرى، واشتباكات عنيفة تدور في هذه المنطقة، على ما يبدو أن الجيش قام بجهد استخباري قبل القيام بهذه العملية. اللافت بأن هناك جيوب بدأت تظهر وتشتبك مع القوات الإسرائيلية، والجيش يقول بأنه قد قتل 90 مسلحا في هذه الاشتباكات التي تدور، وقد عمليا يقوم في هذه الأوقات باحتجاز نحو 350 معتقلا داخل إحدى مباني مجمع الشفاء، ويحقق معهم ويجمع مزيد من المعلومات في ظل اصطياد نحو 160 آخرين من المعتقلين إلى داخل إسرائيل لاستكمال التحقيق معهم. تقول الجيش الإسرائيلي بأنه هذه العملية لها عدة أهداف. الهدف الأول هو البحث عن قائد لواء غزة عز الدين الحداد، وهو عمليا هذا الشخص يعني لديه مركز قوي في الجناح العسكري لحركة حماس، وهو عمليا المسؤول في هذه المرحلة عن العمليات الخاصة بحركة حماس في مناطق مدينة غزة وشمال مدينة غزة، وكان يبحث عنه طوال الأيام والأشهر الماضية، وكان يعتقد بأنه موجود داخل مجمع الشفاء، لكن التقديرات الاستخباراتية الجديدة اكتشفت أنه غير موجود، وهو الآن في إطار إسرائيل تحاول البحث عنه. لكن في هذا الصدد أيضا يقول الجيش الإسرائيلي بأنه هذه العملية داخل مجمع الشفاء ستكون عاملا مؤثرا في الحد من إطلاق الصواريخ. حتى اللحظة هناك العديد من الاستهدافات لمنازل مأهولة، هناك عشرات الضحايا، هناك تطويق لمحيط مربعات سكنية لا تستطيع الطواقم الإسعاف الوصول إليها. نتحدث عن أيضا الاستهدافات التي تكررت بحق نشطاء من حركة حماس أو قيادات في الأجهزة الشرطية أو مسؤولين عن تنظيم توزيع المساعدات مع العشائر، هناك استهدافات لمخاتير، وهذا الأمر ربما تحاول إسرائيل أن تمنع حركة حماس من أن يكون لها أي سلطة في مسألة توزيع المساعدات. لذلك الغارات ما تزال متركزة في مناطق مدينة غزة والشمال، وهذا بخلاف طبعا الغارات يوسف التي ما تزال تضرب مناطق شرق خان يونس، منطقة خان يونس جنوب قطاع غزة، وأيضا المحافظة الوسطى سجلت نحو 27 قتيلة في استهدافات لمنازل مأهولة. أخيرا يوسف، رفح في الساعة الماضية استهدف فيها أحد المنازل، وأدى ذلك إلى مقتل 3 من الأطفال، وصلوا إلى مستشفى أبي يوسف المهجر في رفح. شكرا جزيلا لمراسلنا حازم البنا، حدثنا من رفح في جنوب قطاع غزة. لأخذ المزيد من التفاصيل عن موضوع تحديدا اقتحام مستشفى الشفاء مرة أخرى وهذا العدد الكبير من القتلى والأسرى كما تقول والجرحى كما تقول المصادر الإسرائيلية، انضم إلينا محرر الشؤون الإسرائيلية من القدس نضال كناعني. نضال، سنتحدث عن هذه الجزئية فقط وسأعود لك لاحقا عشان نحكي عن المفاوضات وغيرها، لكن لماذا مستشفى الشفاء من جديد؟ ألم تكن يعني قبل الهدنة إسرائيل قد دخلته وعملت على تمشيطه وهدمت بعض الأبنية فيه؟ فكيف نفهم أنه في مكان مفروض السيطرة الإسرائيلية كاملة عليه تعود وتقتل فيه 90 مسلح؟
نعم يوسف، يعني أولا إسرائيل تقول بأن مجمع الشفاء بات مركز قيادة لحركة حماس في شمالي القطاع بعد يعني سحب الكثير من القوات الإسرائيلية من المنطقة وتقريبا فقدان السيطرة الإسرائيلية الأمنية المباشرة على الأرض، وبالتالي إسرائيل انتظرت هذا التجمع لتقوم بمحاصرته. ما يعمل الآن في مستشفى الشفاء، هنالك قوتين، هنالك قوة تحاصر كل منطقة مركز الشفاء في الشمالي القطاع، وقوة أخرى من الكوماندوز تعمل داخل هذا المجمع. بالنسبة لإسرائيل، كل القيادات التي أحاطت نفسها بالعديد من المقاتلين تتجمع في المركز. صحيح بأنها إسرائيل قامت بهدم كل الأنفاق الموجودة تحت المجمع كما تقول أو كما تدعي، لكن هي تقول بأن القيادات حاولت استغلال البنى التحتية الموجودة في داخل المستشفى، توفر المياه، الاتصالات، الكهرباء، وبالتالي استعماله كمركز قيادة، ومن هنا تأتي هذه العملية العسكرية. لكن الأخطر بالنسبة إسرائيل هو ما تمثله هذه العملية العسكرية من الواقع على الأرض، أنه في اللحظة التي تنسحب فيها إسرائيل ولا تفكر في قضية اليوم التالي ولا تدع أي قوة أخرى تسيطر على الأرض، هذا ما سيحدث. ستعود حركة حماس لحكم شمالي قطاع غزة، وهذا ما حدث بالفعل، وكمثال ما حدث في مستشفى الشفاء.